أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أكد مرشح حزب الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمال همامي خلال اجتماع شعبي في مدينة قفصة مساء اليوم، أكد أن منطقة الحوض المنجمي من النقاط المستعجلة التي يجب النظر فيها. بالنسبة للبرنامج اللي قدمته فيه نقطة أولى اللي هي القضايا الاستعجالية. من جملة القضايا الاستعجالية اللي طرحها في البرنامج هي معالجة الوضع في الحوض المنجمي ضمن معالجة الوضع الاقتصادي في جوانب مستعجلة.